مساء الخير والكل والياسمين على كل بنات وستات مصر والوطن العربي. يوم جديد وحلقه جديده واحلى الكلام دايما بيكون كلام البنات على تن تي في. والله وحشتوني كتير جدا الويك اند، يعني اينام هم يومين بس بجد حسن بقالي كتير جدا ما التقيتش بحضراتكم. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند سعيد عليكم. النهارده عندنا اسئله كتير جدا هنناقشها في حلقه النهارده. مثلا لو انا عايزه البس تقيل في البرد ده وفي نفس الوقت مش عايزه البس هدوم كتير، معادله يمكن صعبه، اعمل ايه؟ السؤال ده هنطرحه النهارده على ضيوفي في الاستوديو بعد شويه، الفاشن ديزاينر ديفيد عجبان والفاشن ديزاينر انجي الجبري. هنتكلم بقى معاهم كمان عن موضه الشتاء ده وايه اللي طالع موضه اكتر والالوان، هل الجلد القطيفه نشيفه القطيفه كمان طالع بقوه كبيره جدا. تليفوناتنا اكيد كمان هتكون مفتوحه، اي حد عنده سؤال عنده استفسار تليفوناتنا هتكون قدام حضراتكم. ده اول سؤال. سؤالنا الثاني، يا ترى طلعت زي ما كنت بتحلم وانت صغير ولا لا؟ كل واحد فينا كده هو صغير اتسأل نفسك تطلع ايه لما تكبر. طبعا كل واحد فينا كان عنده الحقيقة اكيد حلم، يا ترى الاحلام دي بتتحقق ولا لا؟ ده اللي هنعرفه من ضيوفنا بعد شوية. في منهم اللي حقق حلمه ووصل اللي هو عايزه، وفي منه اللي للأسف يعني ما حلفوش الحظ، واكيد في كمان ضيف اخر فضل ورا حلمه لغاية لما وصل أو لسه هيوصله. الحقيقة أنا دايما عندي اقتناع بحاجة، الواحد لما بيكون عايز حاجة بيفضل وراها ومصمم لغاية لما يوصلها، بس حاجة تكون صح، يعني حاجة تكون كمان متناسبة مع إمكانياته مع الحاجات اللي هو كمان يقدر يقدمها. أنا أفتكر وأنا صغيرة، أنا من زمان ده بجد، وأنا في إعدادي أو ثانوي تقريبا، لا أنا كنت عايزة أبقى مذيعة، وفضلت ورا حلمي ورا حلمي ورا حلمي. ويمكن انا قلت ده في كذا انترفيو قبل كده، يعني ان انا والله دخلت من غير واسطه، عشان الناس بتقول لك دخلوا بواسطه، من غير اي واسطه درست الحاجه اللي انا بحبها اللي هو اعلام، قعدت اتمرن في كذا مؤسسه لغايه لما فضلت ورا حلمي وحققته. طيب هيكون عندنا سؤال تاني عن تغذية مريضات سرطان الثدي، يا ترى ليهم نظام أكل معين؟ في أكلات هم مثلا محرومين منها، في أكلات لازم ياكلوها، وإيه كمان الأسس التغذية السليمة ليهم؟ كل ده هنعرف إجابته من الدكتور بهاء ناجي استشاري السمنة والنحافة. ده هيكون برضو بعد شوية. ويمكن عندنا أسئلة كتير خاصة بقى بمرض السرطان تحديدا، او سرطان الثدي زي ما بنقول. اسمع ان الاوميجا 3 ده حاجه مهمه جدا 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 لمريضات السرطان. عندنا اسئله كتير جدا، واكيد تليفوناتنا كمان هنكون فاتحينها لحضراتكم، اي استفسار اي سؤال دكتور بهاء هيجاوب على حضراتكم. طيب عندنا بقى حاجه تانية وسؤال تاني عن حقيقيات. وقبل اي حاجه كلنا عارفين ان المتهم طبعا بريء لغايه لما تثبت ادانته، بس خلينا نشوف كده، هنعرض على حضراتكم دلوقتي بعض الصور اللي نزلتها فاطمه علي على صفحتها على الفيسبوك. صور زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي هي لابنها اياد، او هي زي ما بيقولوا لها ام اياد، هو متعذب مضروب، اثار الضرب اهي باينة في كل حتة في جسمه. وفاطمة يعني بتتهم زوجة والد إياد بأن هي اللي عملت فيه كده. إياد عنده كام سنة؟ إياد عنده 12 سنة. بتقول أن هي عملت محضر في الاسم، وأن ابنها بات ليلة كاملة على البلاط وكان مربوط في رجل السرير بعد ما اتجلد بالكرباج. شايفين طبعا الصور عاملة إزاي. خليني أقول لكم بس حاجة، الكلام اللي أنا بقوله ده بناء على كلام والدة إياد، بناء على الفيسبوك والسوشيال ميديا، كلنا أكيد تابعنا القصة دي وشفناها على السوشيال ميديا. وأكيد لوالد إياد أو مرات بابا إياد لها كامل حق الرد في برنامج كلام البنات. خلينا نتكلم وزي ما بنقول يعني نعرف التفاصيل أو القصة كاملة من والدة إياد. أم إياد أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي مدام فاطمه. ويعني بدايه الكلام ده طبعا على عهده حضرتك زي ما شفناه على السوشيال ميديا او الفيسبوك تحديدا، فيا ريت تحكي لي بقى ايه اللي حصل مع اياد. اللي حصل مع اياد حضرتك ان هو كان بيجولي هو واخواته كل خميس زياره. وبعد كده كانوا رافضين ان هم يجوا، كان اتصلت بيها مرات بابوهم وقلت لها ان
تعدي العيال وكده، فقالت لي لا الاسبوع دوت لا. فقلت لها هم عايشين مع والده يعني الاول؟ يعني ايوه هم عايشين مش عايشين معاك؟ لا لا هم مش عايشين معايا، هم كانوا معايا وبعد كده راحوا لباباهم بعد ما اتجوز، وكانوا عايشين مع جدتهم اللي هي والدة باباهم. تمام. هي ست طيبة جدا واهله كويسين، وانا كنت عارفة ان هم في امان ومخبطين عليهم. وبعد كده اول ما اتجوز الكلام ده من سنتين اخدهم. طبعا خلال السنتين دول حصلت مشاكل كتيره بسبب العيال، بيحاول نفسيتهم تعبانه جدا ومش عايزين يروحوا. وبالاكثر رانيا بنتي اللي هي في ثانيه ابتدائي كانت وهي مروحه بتعمل عمليه جامده جدا عينيك وماسكه فيا ومش عايزه تروح. يا رانيا طب انت في حاجه مزعلك؟ الناس خايفين ان هم يحكوا نهائي. طيب خليني اعرف تحديدا اياد اليوم الكامل اللي بات على البلاط والضرب والتعذيب اللي احنا شفناه. أيوة. في الصور ليه عمل ايه اليوم دوت؟ يعني وانا كنت جايبه لهم فرنجات جديده، لما قالوا لي طبعا يوم الخميس بالليل الساعه 10 كنت جايبه لهم فرنجات جديده، وقلت لهم غيروا قيسوا الفرنجات دي. طبعا زياد اخو الكبير اللي في اولى اعدادي قاس قدامي الفرنج وغير، هو اخذ الفرنج بره وراح يغير بعيد عني. طيب ليه يا اياد تعالى غير هنا؟ فلا انا طلعت عشان ابص برده، ما جاش في دماغي اي حاجه، انا طلعت عشان ابص الترنج مظبوط عليه كده. لقيت جسمه زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. الاول اول ما شفت رجله. بس دي اول مره تحصل من سنتين، يعني هو عايش مع باباه بقاله سنتين او مع مرات باباه تحديدا، ليه عملت كده المره دي؟ جامد. ما هو انا ما كنتش اعرف اي حاجه، هم حكوا لي بقى من اول الحكايه دي ما حصلت. فطبعا انا خدتهم بقى وقول انهارت جامد، واتصلت بباباهم على اساس مثلا ان هو يبقى ما عندوش علم بالكلام دوت. فراح قايل اتصرفت يعني بعقل، يعني سمعتي الولاد وبعد كده رحتي كلمتي والده. طيب رد فعل باباه او قال ايه؟ ايوه ما هو انا بعد ما سمعت اياد وقال لي الحكايه كامله، وقال لي طبعا ان هي اخذته. هو تقريبا كان في شكوى من المس في المدرسه وهي راحت عملوا له استدعاء، فهي راحت وبعد ما عرفت الشكوى رجعت في البيت ضربته، فهو جاي يجري على باب الشقه قامت اخداه وحاطه هي في الصاله ليهم سرير من بتاع زمان كده ابو رجلين دوت يناموا عليه يعني وكده. فهي ربطته في رجل السرير لان كان عايز يطلع يجي لي على باب الشقه يفتحه يعني. ايوه هي بقى برضه ضربته ليه؟ انا مش يعني انا مش قادره استوعب، هي ضربته ليه؟ عشان هو المدرسه بتشتكي منه فهو بيجري على الباب؟ هو بتقول له اه، بتقول له انت على طول في مشاكل منك في المدرسه وعلى طول الاطفال يشتكوا لي منك، إيه انت ازاي ومش ازاي والكلام دوت. وطبعا فكرته هو بيقولوا قرباط، انا ما شفتش هي ضربته بايه. طبعا هم بيقولوا حاجه كده كانوا في اسكندريه هو اللي هي مروه ديت ومحمد البهائي وجابوها وهم جايين. طيب خليني اسالك، هو ده اول مره اياد يتضرب ولا هو قال لك قبل كده ان هو اتضرب منها من مرات باباه؟ طبعا كان حاجات كثيره جدا، وكانت هي انا اسفه يعني في اللفظ عندها شيشه، بتشرب شيشه قدام العيال، كانت تجيب الفحم بتاع الشيشه وتقول لهم اللي هيروح يحكي حاجه لمامتكم ولا يطلع كلمه من اللي بتحصل هنا في البيت انا هحط له الفحمه دي. باباهم بقى فين؟ يعني فين دور الاب بقى هنا؟ موجود دلوقتي. فطبعا انا لما سمعت الحكايه كلها من اياد ابني اتصلت بيه وانا منهاره وبقول له محمد ازاي تقبل على ابنك ان يحصل كده؟ فرد عليا قال لي والله هي دي تربيتنا، ابنك مشاغب وقليل الادب واحنا لازم نربيه. طيب خليني اسالك سؤال يا فاطمه، انت بقالك قد ايه ما شفتيش ولادك؟ لا انا بشوفهم على طول في كل اسبوع بيكون. طب هم اصلا يعني هو الطبيعي ان هم يبقوا عايشين معاكي مش مع والده؟ يعني هم في سن وحضرتك انا نعم؟ ما هو حضرتك انا كنت هم عايشين معايا، وبس هو كان رافض يبعت لهم مصاريف تماما، ما كانش كان رافض. فانت اديتهم له يعني انت سبتيهم؟ ايه؟ انت سبتيهم وديتيهم لبابا عشان يصرف أيوة عليهم يعني؟ انا طبعا انا لان انا برضو اتجوزت وطبعا راجل غريب مهما كان اللي معايا وما معلش انا 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 هستاذنك، احنا عندنا محاكم الاسره وعندنا قضاء محترم جدا، كانت ممكن ترفعي على فكره قضيه وتخلي ولادك في حضنك. ودايما اقول انا لو هشحت والله رفعنا قضيه فعلا، وهو القضيه ما اعرفش هي اتحفظت ولا ايه، بس هي لا لا استحاله مفيش قضيه نفقه بتتحفظ، استحاله مفيش قضيه نفقه بتتحفظ. طب انت انا تقريبا انا بصي انا حضرتك انا كنت شايفاها تبع محامي، لان طبعا ما كانش معايا ان انا اقصاها تبع محامي وكده. انت اتجوزتي يا فاطمه؟ انت اتجوزتي بعد؟ ايوه اتجوزت.
ايوه اتجوزت. ومامتك مش موجودة او ولا موجودة؟ لا موجودة، والدي ووالدتي موجودين، بس هما برضو ساكنين في ايجار، طيب ومامتي ست كتير قاعدة معاهم. طيب خليني اعرف فانا اخيرا عشان نعرف الموضوع وصل لغاية فين، انتي رحتي عملتي محضر وعملتي تقرير طبي ولا عملتي ايه؟ ايوه انا بعد ما اتصلت بيه وهو بقى شتمني جامد وقال لي هو كده تربيتنا وسكن عندك ومش عارف ايه، فانا رحت، بس رحت هنا في بورسعيد، هم قاعدين مع باباهم في بورفؤاد، فانا رحت هنا في بورسعيد اسمه الزهور علشان بس اعمل المحضر بالواقع تبع ما هو في الساعه اللي هم نزلوا لي فيها يا دوبك من بورفؤاد، يعني اثبت الواقع في ساعتها. فرحت هنا في اسم الزهور وعملت، وعملت كشف طبي وكله، والحمد لله ربنا وقف لي ولادي الحلال ومشيت الاجراءات تمام. وتاني يوم بقى رحت عملت المحضر في اسم بورفؤاد اول. طيب انا عموما بشكرك شكرا جزيلا مدام فاطمه ام اياد، مره تانية وثالثه ورابعه الحق الرد مكفول للاب ولزوجه الاب، يعني دي الواقعه دي زي ما قلت او الحكايه دي على يعني على زي ما سمعنا من ام اياد. محتاجين ان احنا والله لو انت سامعنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف منكم ونسمع منكم ونعرف الرد ايه، واكيد القضاء هياخد في مثل هذه القضايا. طيب خلونا قبل ما نختم اخبارنا هنروح نشوف تقرير عن شراكه مهمه جدا تمت ما بين قناه تن وشركه دوتس لتعزيز الاهتمام بالمحتوى الرقمي واطلاق منصه اير بوكس كاول منصه مصريه بتقدم محتوى ترفيهي بالمجان لعملاء شركه اوبر. يعني المفروض ان شاء الله الفتره اللي جايه كل مستخدمين اوبر هيقدروا يشوفوا برامج قناه تن اثناء يعني رحلاتهم، واحنا راكبين كده عربيات اوبر، ومثالي كل الناس دلوقتي خلاص ما بتقدرش تستغنى عن اوبر، فحلو جدا احنا واحنا في اوبر تتفرجوا علينا على كلام البنات بالليل. يعني عندنا برامج كتير جدا لدكتور عمرو عبد الحميد، عندنا استاذ نشأة الديهي، عندنا برامج الحياه كتير جدا ممكن تستمتعوا بيها. هنروح نشوف التقرير وبعد التقرير هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى هنكون في استقبال دكتور بهاء ناجي، لكن بعد الفاصل. اير بوكس عبارة عن شاشات ترفيهية هتلاقيها في عربيات اوبر، سواء كنت بتحب الفسح والسفر او الكورة والرياضة او حتى غاوي سينما، هتلاقي محتوى متميز بيقدمه اير بوكس بالتعاون مع تين تي في، هتخليك تنسى الزحمة ومش هتحس بالوقت وهتبعدك عن الملل. اير بوكس باختصار هو 10 انش سكرين بنستول جوه العربيات بتاعت اوبر اللي هي سيارات النقل التشاركي اللي من ضمنها اوبر. الفكره بتاعتنا ببساطه ان هي سكرين 10 انش بتعرض محتوى ترفيهي للركاب اللي بيركبوا جوه العربيات بتاعت اوبر اللي بيستخدموا اوبر. يعني المحتوى بيبقى متنوع جدا ما بين محتوى رياضي، محتوى عن السياحه، محتوى شبابي، بتختلف الكونتنت يعني، بالاضافه طبعا للمحتوى بتاع قناه تن. احنا منصه ترفيهيه بداخل عربيات النقل التشاركي، بدانا اشتغلنا مع اوبر ابتداء من شهر ابريل اللي فات. احنا الفكره كلها احنا بنفخر يعني بشراكتنا مع قناه تن. القناه دي ان هي احنا بنشوف ان هي بتستهدف فئه شبابيه، واحنا المنتج بتاعنا يمس فئه الشباب من سن 24 لحد فما فوق. يعني الفكره وما فيها ان المنصة بتاعتنا هي منصة محتوى ترفيهي يتخللها جزء طبعا بتاع دعاية وإعلانات وكده. عملاء أوبر سوف يستمتعون بمجموعة من البرامج الترفيهية والشبابية الموجهة للسوشيال ميديا، وكذلك البرامج المخصصة للمرأة، بجانب برامج الكوميديا والموسيقى المقدمة من قناة تن التي تهدف إلى تحسين مزاج العميل وخدمة متابعيها في كل مكان. نحن نشوف مثلا أي سيريز، نشوف أي فيلم، نشوف أي حاجة، فهي حاجة مسلية أكتر من أنا أفضل طول الوقت بتشكل الموبايل بتاعي يعني. هي الفكرة حلوة جدا، لو في كونتنت سبيشال يعني هيكون موجود على الاير بوكس، اي ثينك ات ويل بي يعني ا جريت ثينج يعني. انا بالنسبه لي شايفه ان هي تبقى استفاده للموبايل، الداتا وقتها مش هتبقى مستهلكه، بلس بيبقى في اوقات في اماكن ما فيش انترنت
الداتا، فدي حاجه كويسه جدا. I think ان اوبر ممكن تعمل اناليسز للكاستمرز بتاعها، ان هم اوريدي عندهم الداتا بيس بتاعتهم، فممكن على حسب الراكب تبدا تريكومند برامج معينه او شوز معينه بتتعرض له. تجربه ايربوكس تهدف الى تحسين دخل قائدي سيارات اوبر الناتجه من عائدات تاجير المساحات الاعلانيه على المنصه، بالاضافه الى تعزيز ثقافه التحول الرقمي للمحتوى الترفيهي والدعائي بدلا من وسائل الدعايه التقليديه. كلامنا النهارده هيكون عن التغذيه السليمه لمريضات سرطان الثدي. هل في نظام غذائي لازم يمشي عليه المريض او المريضه طول فتره العلاج؟ طيب هل في اكل ممنوع ان احنا ناكله؟ هل في اكل مرحب به؟ ايه المحظورات اللي في الاكل اللي احنا ما ينفعش ان احنا نيجي جنبها خالص او بالنسبه لمرضى السرطان؟ اسئله كتير واجابات اكتر هنسمعها النهارده من ضيفي العزيز دكتور بهاء ناجي، استشاري علاج السمنه والنحافه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورنا في كلام البنات. بقالنا كتير جدا ما تقابلناش فعلا. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. الله يخليك. خليني قبل ما ابدا حواري مع حضرتك عايزه اقول يا جماعه تليفوناتنا كلها مفتوحه، هتظهر قدام حضراتكم اي سؤال يعني خاص بالفقره او بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، دكتور بهاء موجود يرد على حضراتكم. دكتور خليني اعرف في البدايه، هل في نظام غذائي بالنسبه لمرضى السرطان بشكل عام لازم يمشوا عليه ولا لا؟ طيب هو احنا عندنا دلوقتي ممكن نقسم الموضوع ده لكذا حاجه. أوكي. اول حاجه في تغذيه سليمه بتقلل الاصابه بالسرطان. اوكي. وفي تغذيه اثناء العلاج من السرطان. وفي طوق طهي سواء بتقلل الاصابه بالسرطان او اثناء العلاج من السرطان. وفي حتى بنوصل لغايه اواني معينه لازم نستخدمها واواني ما نستخدمهاش برضه عشان ما نتعرضش للاصابه بالسرطان. يعني في حلل ان احنا ما ينفعش نستخدمها خالص. بالظبط كده. ليه ايه بقى يا دكتور برضه عشان عارفين؟ طبعا احنا ما بنفضلش الحاجات دلوقتي اللي هي الالمونيا العاديه، النحاس دي خلاص يمكن من زمان خلاص اتلغت. اي حد اي اواني واخده طبقه التيفال وفيها اي خدش صغير. يعني دي برضه بتبقى مواد مسرطنة. يعني ده احنا بنقعد نستخدمها عادي جدا حتى لو فيها خدوشات كتيره جدا، بس بنقعد نستخدمها عادي. بالظبط. في ناس طبعا بتهمل الموضوع ده مش مصدقه ان ليه علاقه. لا ده هو المفروض ان الاواني التيفال دي حتى طريقه التنظيف بتاعتها تبقى بفوطه وحاجات زي كده بشويه صابون بفوطه، مش بالليفه او الحاجات الناشفه، عشان اي خدشه فيها حتى طريقه الاكل منها ما ينفعش يتاكل من نفس الصينيه التيفال. يعني هي بيتشال بحاجه زي الخشب او البلاستيك. يتشال، والخشب احسن عشان ما يجرحهاش، ويتحط بقى في طبق وبعد كده الناس تاكل. ما ينفعش يتقلب فيها بمغافه او بمعلقه معدن، عشان ده كله بيعمل تجويحات صغيره ممكن تسبب بعد كده تبقى نعتبرها ماده مسرطنه. طيب ده بالنسبه للاواني. بالنسبه بقى حضرتك ذكرت كمان طرق الطهي، في طرق للطبخ او للطهي ما ينفعش نطبخ بيها كده. اللي هي ايه بقى؟ احنا عندنا طريقتين يعني ممكن يسببوا السرطان، وعندنا طريقتين هما الحميده او اللي هي ممكن تنفعنا. الطريقتين اللي هما خطر وممكن تسبب لنا السرطان، اول حاجه فيهم القلي او التحمير. القلي والتحمير اي حاجه بتتحمر في زيت، يعني مجرد ان الزيت غلى وبعد كده ابتدوا يحمروا فيه بقى بطاطس بقى ناجتس ايا كان الطعميه اي حاجه هيتحمر فيها، فكده اصبح الزيت ده الناس كلها فاكره ان لما يتغلي كذا مره هو بيبتدي يبقى ماده مسرطنه. لا، هو غلي الزيت حتى لو من اول مره ممكن نعتبره ماده مسرطنه. عشان كده بنقول الناس حاولوا تبعدوا تماما عن اي حاجه مقليه. المقليات. مقليات خالص، يعني اي حاجه فيها ايه القلي بتاع الزيت. الحاجه الثانيه بقى، ويمكن الناس المشاهدين هيستعجبوها شويه، لان احنا كاطباء علاج السمنه دايما بننصح الناس كل مشوي كل حاجات زي كده. الشوي. الشوي على الفحم. الشوي على الفحم ده من اخطر الحاجات اللي ممكن تسبب السرطانات. وده بسبب تكوين ماده الكربون اللي بتتكون على اللحوم. وحتى بنقول يعني على أسوأ الفروض لو هتشوي ممكن تشوي الفراخ على اساس انك هتشيل الجلد بتاعها النهائي بالكربون. لكن اللحمه او الكباب اللي هي بتشوي على الفحم دي، فطبعا دي بتاخد ماده الكربون، ودي مبدئيا الاول بتعمل
حموضه في المعده، ممكن بعد كده بتسبب قرحه في المعده، وبعد كده بتبتدي اما تزيد الكميات بتاعت الكربون جوه في الجسم عن طريق الاكل بتبتدي تبقى ماده مسرطنه. ويمكن ناس كتير اللي هي متعوده يعني عارفه في كده رجال اعمال كتير قوي اللي عندهم اشغال كده يخلصوا بالليل ولازم كل يوم يروحوا عند الكبابجي وياكلوا والكلام ده، طبعا دول معرضين جدا للموضوع ده. الكباب اللي بره ده مره في الاسبوع مره في الشهر كمان عشان ما نزودش موضوع الكربون، والناس اللي غاويه تشوي كتير لازم تبعد شويه عن الموضوع ده. الطرق الحميده بقى هي يا اما السلق، يعني الحاجه تبقى مسلوقه، او انها تتعمل في الفرن. ولو تعمل في الفرن بيفضل انها تبقى في الطواجن الفخار المطليه بماده صحيه، لان طبعا في بتطري كده بتدهن بلكيهات وحاجات زي كده وتتباع في اي مكان، لا احنا عايزين الاواني الفخاريه بالظبط الاصلي ده، وتكون مطليه بماده طبيعيه، والاواني الفخار دي هي اللي بتدخل الفرن وتستوي فيها، عشان حتى ممكن اي اواني تانيه مع التفاعل الشديد بتاع الحراره برضه نقدر نعتبرها ماده مسرطنه. طيب خلينا نيجي بقى للاكل نفسه، يعني هل في محظورات ان مرضى السرطان ما ياكلوهاش خالص؟ يمكن انا امبارح كنت قاعده بقرا عن الاوميجا 3 ان هي مفيده جدا لمرضى السرطان، فمدى صحه الكلام ده؟ احنا عايزين نقول على الحاجه اللي هي دلوقتي بقت مشهوره جدا وليها علاقه مباشره بالسرطان، واللي هي بنقول ان الخلايا السرطانيه اكتر حاجه بتتغذى عليها هي السكريات. وعشان كده احنا بنقول ان دايما مريض السكر اللي بيعلى نسبه السكر عنده في الدم وفي الخلايا بتاعته بيكون معرض للاصابه بالسرطانات عن غيره بسبب ارتفاع نسبه السكر. السكر هو غذاء خلايا سرطانيه. اي حد عنده تاريخ سرطان في العيله من الاب من الام من اخوات اي حد يبتدي يبعد تماما عن اكل السكريات اللي هو السكروز، سواء السكر اللي بيتحط في الشاي بيتحط في المشروبات بتاعتنا، او السكر اللي بيتحط في التورت والجاتوهات وكل ما هو. طب ما دي ملهاش بديل يا دكتور، ولا السكر بقى اللي هو الدايت؟ ما هنبعد عنها بقى وهجيب لك نقطه لازقه فيها. اوكي. السكر ده هو التغذيه، لدرجه ان في دراسات اتعملت ان مرضى سرطان قطعوا عنهم السكر تماما الخلايا السرطانيه ابتدى يحصل لها شرينكج، يعني ابتدت تنكمش وتتضاءل في الحجم، وساعدت العلاج الكيميائي ان هو يجيب نتيجه احسن. فالسكر هو الغذاء بتاعها. طيب السكر ده السكر يعني قصدك ان هو بينشطها بيغذيها فبتقدر تنمو وتكبر بطريقه طب اسرع. طب بدلها ايه، عسل بقى ولا ايه؟ بدلها ان احنا نحط الفواكه او سكر الفاكهه. مش السكروز. السكروز هي مشكله في السكروز اللي هو السكر الطبيعي العادي ده. الفكره ان السكر كمان يعني زي ما بينشط الخلايا السرطانيه او بيغذيها وبيخليها تنمو بسرعه، السكر ده بيسبب السمنه. واحنا لقينا ان في علاقه مباشره بين الخلايا الدهنيه وكترها في الجسم وما بين الاصابه بالسرطان. الناس وخصوصا النهارده احنا بنتكلم حتى على سرطان الثدي، لقوا ان الناس اللي هم عندهم سمنه مفرطه او سمنه زايده دول اكثر عرضه للاصابه بسرطان الثدي. وبعد كده هم اقل ناس ممكن نكتشف ان عندهم سرطان الثدي، لان سرطان الثدي طبعا دكاتره السرطان عارفين القصه دي احسن مني، بيتعرف على طول ان الحجم بيزيد شويه، بيجي الم، بيحصل اي ديسشارج بيطلع من الحلمه والحاجات دي كلها. فلو واحده سمينه في الحجم او زايده في الحجم ما بتاخدش بالها ان الثدي عندها كبر. دي اكثر عرضه للاصابه بسرطان الثدي، هي اكثر اصابه. طيب. وما تحسش انها كبر عندها. طيب خلينا احنا معانا التليفون ناخده ونرجع لحضرتك تاني. معانا سحر من القاهره. يا سحر اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. الدكتور معايا؟ هو سامع حضرتك، اتفضلي. انا حضرتك، انا مريضه كانسر استئصال كلي واشعاع وكيمو وهرموني حاليا. انا مريضه سكر بقالي 20 سنه. انا حاسه ان انا بعد العلاج الهرموني انا جسمي بيزيد. مش عارفه اعمل كنترول لنفسي، لان لو جحت قوي مثلا عملت انسان رجيم معين ببقى تعبانه. طيب مش عارفه امشي ازاي. انت بتاخدي كورتيزون دلوقتي ولا حاجه؟ لا لا لا، انا خلاص باخد حاليا الهرموني بس. العلاج الهرموني فقط. طيب حاضر. طيب بشكرك يا سحر، تابعينا دكتور بهاء هيرد عليكي. يمكن ده كان برضو سؤال هسأله لحضرتك بس بالنسبة للكيماوي. يعني نرد على سحر وبعدين نسأل. بعد الكيماوي الواحد بيبقى يعني المريضات السرطان بيبقى عندهم فقدان للشهيب، نفسهم بتتقفل زي ما بنقول. مزبوط. فازاي نفتح نفسهم؟ بس نرد على سحر الأول. طبعا هرد عليها. هو كتير من اللي بيعملوا
استئصال للثدي مثلا، بيتشال معاهم بعض القنوات الغدد الليمفاوية اللي موجودة تحت الإبط كده، ودي بتقفل القنوات الليمفاوية اللي بترجع المية اللي موجودة في الدراع، فتلاقي دايما عندهم دراع أدخن من دراع بسبب احتباس المية في الدراع ده. وفي الجسم كله بيكون عندهم شوية بسبب الهرمون، العلاج الهرموني بيكون عندهم برضه احتباس مية في الجسم كله. فهو حلهم الوحيد هو ان احنا نشيل الملح من الاكل، هتقولي شلنا السكر وشلنا الملح، معلش بس لعلمك دي الحياه الصحيه بدون سكر وملح، الناس اللي بتعود هو بره على فكره ما فيش ملح خالص، يعني بره ما بيبقاش فيه ملح في الدول الاوروبيه، بس على فكره التوابل ممتازه جدا، يعني الشطه والفلفل والكمون والبهارات دي مسموح بيها ما فيهاش مشكله، والخل والليمون كل ده مسموح بيه، الا لو حد مثلا عنده مشكله في المعده، لكن ما دام ما عندوش مشكله في المعده كل الحاجات دي مسموح بيها. والناس اللي يقول لك السلطه احط عليها دريسنج ايه وانا كل حاجه فيها مايونيز، هي دي يا دكتور بتدي يعني طعم للاكل، لا ممكن تعمل خل بليمون بشويه زبادي بتوابل كلها ويتحط على السلطه طعمها حلو جدا يعني. فهي بالنسبه لها لازم توقف الملح عشان احتباس الميه في الجسم يقل، لازم تشرب ميه كتير، وبنفضل الميه اللي بتكون من الحنفيه بس تكون متفلطاه، يعني مش الميه المعدنيه، لان معظم المياه المعدنيه فيها نسبة أملاح عالية. فأنا عايز مية الفلتر وتشرب منها بكميات كبيرة. تغليها يا دكتور ولا ما تغليهاش؟ نعم. تغلي المية دي الأول ولا ما تغليهاش؟ لا لو خليتها من الفلتر خلاص يعني مفيش مشكلة. وتوقف الملح وكمان تمشي كتير، لأن المشي والرياضة كتير بتنشط الدورة الدموية فبتخرج مية من الجسم. طيب الناس اللي ما عندهاش فلتر تعمل إيه؟ اللي ما عندهاش فلتر بقى زي ما انت بتقولي ممكن تغلي الميه وتاخد من على الوش وتصفيها يعني، بس هو بتاع الفلتر ما بقاش موضوع كبير قوي دلوقتي يعني، ما بقاش غالي يعني، لا لا اكيد ارخص من المياه المعدنيه يعني. اكيد. طيب السؤال الثاني بقى اللي انا كنت سالته حضرتك، الكيماوي، الناس اللي بتتعالج كيماوي بعد جلسات الكيماوي بيبقى عندهم فقدان للشهيه، نفسهم مقفوله، ازاي نفتح لهم الشهيه؟ لان بيبقوا اكيد محتاجين برضو تغذيه في الوقت ده. صح، هما بيجي لهم فقدان شهيه وبينقص عندهم بعض العناصر الغذائيه، يعني مش العناصر الغذائيه، يعني بيدخلوا في زي انيميا شويه، الهيموجلوبين بيقل عندهم، يمكن حتى بيدوهم حقن ب 12 عشان خاطر نقص فيتامين ب 12، بيكونوا محتاجين حديد. وفي نفس الوقت احنا دايما بنقول لهم ما تاكلوش لحمه كتير علشان خاطر اللحمه برضه يعني كنا هنجيب سيرتها من الحاجات اللي بتساعد على السرطان. الاسماك بتاعتي حلوه جدا. بالظبط، الاسماك هي عكسها. الناس دي اول لازم نعمل لهم مجموعه من العصاير، وعصاير الفاكهه ما عندناش مشكله فيها دلوقتي بدون اضافه سكر. زي ايه مثلا؟ العصير يعني في عصاير معينه مثلاً كمان مفيده جدا لمرضى السرطان، زي عصير الرمان وعصير الـ طبعا الموالح كلها ما عنديش مشكله، بس عصير الرمان والكيوي والاناناس دول اكتر ثلاث حاجات مفيدين جدا بالنسبه لمريض السرطان، ويشربوا منه مثلا مرتين ثلاثه في اليوم، هيبتدي يعمل لهم حاله ان هم يفوقوا شويه، ضغطهم يتعدل شويه، يبتدوا يقدروا ياكلوا التغذيه السليمه. طب والقهوه والشاي والمكيفات بشكل عام؟ بنفضل طبعا ان هم يبعدوا عنها القهوه والشاي، وكمان بنفضل ان اي حاجه بتبقى فيها غلي كتير دي بنحاول دايما يبعدوا عنها يعني، لكن المشروبات الصحيه اللي هي العصاير دي مهمه جدا. الحاجة المهمة جدا بالنسبة لهم هي المكسرات، بس مش كل انواع المكسرات، بنفضل لهم اللوز والعين الجمل بدون اضافة ملح، اللي هو بيبقى مش مملح، مش يعني مش مملح خالص. ده ايه فايدته يا دكتور بعمل؟ اللوز والعين الجمل بيحسن المناعة عندهم، فيها مضادات اكسدة عالية جدا، بيخفض الكوليسترول لو عالي عندهم، بينشط الدورة الدموية، فكل ده بيبقى مفيد جدا أثناء العلاج، وحتى من قبل ما يحصل حاجة برضه ده بيساعد على إن الخلايا السرطانية ما تنموش النمو العادي. في أنواع من الخضروات كمان سواء بتقاوم السرطان من قبل ما يجي أو أثناء ما يكون بياخدوا علاج، وأنواع خضروات غريبة شوية، الكرنب والأرنبيط والبروكلي، كل الحاجات والخرشوف، الحاجات دي كلها من انواع الخضروات المفيده جدا، وكمان فيهم نسبه حديد هم بيحتاجوها اثناء العلاج الكيميائي علشان خاطر الانيميا اللي بيتعرضوا ليها. طيب لسه جاي لنا دلوقتي سؤال على الفيسبوك، حد من اللي بيتفرجوا علينا هو مش قادر يجيب عين جمل ولوز والمكسرات، ليها بديل يا دكتور؟ هيجيب سوداني برضه مش مملح، اللي هو زي السوداني الاسواني والحاجات دي اللي متحمص في الشمس يعني، مش متحمص في المحمصه قوي،
وممكن ده طبعا كل يوم 50 جرام 100 جرام ياخدهم على مرتين، هياخد الزيوت المفيدة بتاعتهم، وده موضوع مهم جدا. كمان مريض السرطان سواء قبل او وهو بيتعالج بنخليه يبعد عن الدهون المشبعة وياخد الدهون الغير مشبعة زي الزيوت، زيت الزيتون، زيت بنز الكتان اللي هو الزيت الحار، عشان كده السوداني والحاجات دي برضه فيه انواع زيوت غير مشبعة. طيب خلينا نقول ان عندنا في اليوم فطار غدا عشاء، مش كلنا وحتى مرضى السرطان ما بيلتزموش بالثلاث وجبات. طيب اهم وجبه تنصح بيها مريض السرطان ان هو لازم يتناولها انهي وجبه؟ طبعا وجبه الفطار دي اساسيه جدا، وبعديها وجبه الغدا، يمكن وجبه العشاء ممكن تبقى خفيفه ودي هتفيده في جميع الاحوال، سواء عشان ينام كويس ما يبقاش عنده مشكله. وجبه الفطار مهمه ولازم تكون فيها عناصر غذائيه تفيده في موضوع مقاومة السرطان. نبعد بقى عن اللحوم المصنعة، يعني اللانشونات والحاجات دي كلها طبعا ممنوع تماما خالص. الحاجات دي طبعاً. ممكن طبعا ياكل بيض مفيش مشكلة، بس لو عملناه يعني بنقطة زيت كده عشان ما نحطش برضه لا سمنة ولا زبدة. الجبنة بنفضل الجبنة القريش عشان تكون منزوعة الدسم. الفول مفيش مشكلة فيه ان احنا نحط عليه كمان زيت زيتون. ويا تستخدم عيش بلدي ويبعدوا عن العيش الابيض، لان ده برضه من الحاجات اللي المفروض في دراسات عملت عليها ان احنا مش محتاجينها. طيب انا بشكرك دكتور بهاء، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. طيب دلوقتي هننتقل لبث مباشر لمتابعه فعاليات مؤتمر افريقيا 2018 المنعقد في شرم الشيخ. خلاص دخلنا في الشتاء والبرد جامد جدا، ويعني كلنا محتاجين نلبس لبس يدفينا وفي نفس الوقت نلبس يعني بيس كده لطيفه وظريفه يبقى شكلنا حلو. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله البس كل الدولاب، مش مشكله شكلي حلو، بس المهم ان انا ابقى متدفيه. طيب دي معادله الحقيقه صعبه جدا، انا ابقى لابسه حلو وفي نفس الوقت انا ابقى لابسه وابقى دفيانه. ايه هي بقى الموضه بتاعت السنه دي او شتاء 2018؟ حاجات كتير جدا هنعرف اجابتها من ضيوفي الاعزاء اللي منورين النهارده في استوديو كلام البنات. ديفيد عجبان فاشن ديزاينر، اهلا بيك يا ديفيد. وكمان انجي الجبري فاشن ديزاينر، اهلا بيك يا انجي. اهلا بيك، اخباركم ايه؟ منورنا في كلام البنات. السنة دي برد قارس للبرودة والجو تلج جدا، لكن خليني أسألكم عن هل الموضة السنة دي في الشتاء 2019 مناسبة للبرد اللي احنا فيه؟ يعني هنتدفى ولا هيبقى بس شكلنا شيك وبس؟ لا هنتدفى، يعني هو في حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها، يعني الحاجة تبقى من تحت مبطنة جامد، انك انت ما تبقاش مستهلة انك تلبسي كذا حاجة فوق بعض. اوكي، يعني الفير لو انت من جوه حطيتي فيه حاجه يعني بطانه وبتاع وحاجات كده ان هو يبقى متكلفت، لو لبستي اي حاجه خفيفه من تحت مش هتدف، يعني مش هتبرد، مش هسقع يعني. طب وايه كمان يعني في ايه القطيفه متهيألي طالع فاشن؟ القطيفه والفارو والكاروهات الكاروهات طالع بطريقه غير طبيعيه، والفلفت وشارلستون وفساتين قصيره عليها كولونات وحاجات كده، كل حاجه يعني. شارلستون بقى يمكن شارلستون كنت بتكلم معاكي قبل ما نطلع هوا، انا من عشاق الشارلستون من زمان جدا، يعني انا بحب شارلستون بحترمه، يعني حاجه حلوه جدا. طالع بقى في الجينز ولا طالع في البنطلونات القماش ولا في القماش وفي الجينز وفي اللي هو في شارلستون وفي بوت كات. اوكي، اللي هي ما تبقاش رجل واسعه قوي، هي بتبقى رجل نازله ستريت كده، بتبقى برضو شبه الشارلستون بس اضيق شويه. طيب خلينا نروح لديفيد واسالك، الشارلستون البس شوز عليه ايه؟ يعني انا نفسي ببقى محتاره مش عارفه البس عليه مثلا هاف بوت ولا البس بوت يبقى كامل ولا البس ايه، يعني ايه في الشوزات البس عليها ايه؟ هو انسب حاجه للشارلستون انا بشوفها ان هو بيكون يا هيلز يا اما هاف بوت. يا هيلز يا هاف بوت، لان الشارلستون دايما محتاج يعني الرجل بتبقى محتاجه عشان واسعة يعني ترفع الجسم بحيث ان برضو يبقى الظهر مفرود والرجل نازله على واسع، فبتدي قيمه للشكل اكتر. طيب في حاجات مكمله من السنه اللي فاتت معانا فاشن من 2018 مكمله معانا السنه دي ولا لا؟ هي اي موضه بتنزل وبيبقى في موضه جايه بعديها دي بتاخد من دي، يعني عمر ما موضه وقفت عند حاجه وخلاص هي انتهت. أوكي. واحنا اصلا يعني دايما بتلاقي الموضه القديمه هي اللي بترجع دايما وبتبقى هي الجديده. متهيألي الفساتين القصيره والحاجات دي هي بتاعت زمان، هي كل حاجه السبعينات. كل حاجه بتاعت زمان بترجع تاني، واللي هي الفساتين القصيره الشارلستون، بس بتختلف بقى في الالوان شويه، بتختلف حاجات بسيطه يعني في الديزاينز. انتوا متهيألي محضر لنا النهارده معانا جاهزين صح؟
طب يلا تعالوا نشوف حاجات كاجوال كلها. كله كاجوال. والارمي كمان طالع موضه. ووتر بروف ارمي. هو تقريبا اللي انا شايفاه تقريبا ده ارمي تقريبا صح؟ ووتر بروف اصلا. هو الووتر بروف برضه موضه يعني. بس بحسه ما بيدفيش بقى. يعني لو مبطن من جوه زي كده هو مبطن فير من جوه كله كمام وكله فهيبقى مدفي شويه. ده اكيد هيبقى مدفي كتير. طب كلمني بقى يا ديفيد عن الاوتفيت. دي الجاكيت دي خامه ووتر بروف. مبطنينا فرو. هو في نوعين فرو، فرو بيبقى هايش. في فرو اسمه فرو المكتل اللي هو بيبقى شكله كده. اوكي. بس احنا مبطنين كل يعني الجاكيت الداخلي من جوه بالكم بكل حاجه بالكابيشون بتاعه والدريس برضو. الدريس ده اصلا اوف شولدر. نازل اوف شولدر. والهاي نك. اوكي. بس حلوين قوي قوي قوي. يعني لا بجد يجننوا ما شاء الله. ده من الحاجات اللي اشتغلنا عليها السنه اللي فاتت وكررناها السنه دي. الارمي بتاعي من السنه اللي فاتت شغال. الجاكيت ده اكتر حاجه نجحت معانا في الكولكشن بتاع الشتاء اللي فات. والسنه دي انا شايفه ان السنه دي برضو الارمي عامل غزو رهيب يعني كل حاجه. طب وينفع نلبسه مثلا على جينز او يعني على اي حاجه؟ على اي حاجه. على اي حاجه. جينز على اي بنطلون اسود، جينز عادي، جينز فاتح، اي حاجه هيليق. حلوه قوي. طب قولوا لي الالوان السنه دي بقى ايه ديفيد؟ الالوان السنه دي الماستر، لون الماستر هو رقم واحد. في بعديل النود او الكشمير برضو. ده من السنه اللي فاتت. ده من السنه اللي فاتت ومكمل بس على بسيط السنه دي. البيرفل نازل موضه جدا برضو. والفواتح متهيألي نازله برضو. يعني انا شفت بلوفرات لونها بينك يعني مش الفواتح طول عمرها موجوده. بالظبط. ده ايه بقى؟ دريس. ده دريس. ده دريس كارو. الكارو برضو موضه جدا قوي. الجاكيت ده فرو برضو مع هاي نك. طب بتفضل لما بيبقى مثلا اوتفيت زي ده الطالون من تحت بيبقى كده هاف ولا بيبقوا فيه البوتات اللي هي طالعه في كده وفي كده؟ ممكن كده وممكن كده على حسب هي هتبقى حابه ان هي تلبس ايه. ممكن كده هيبقى حلو وممكن الطويل برضه يبقى حلو. لا بس بجد يعني الكولكشن حلو قوي قوي قوي. يعني انتوا الاثنين مع بعض بتاخدوا اراء بعض ولا بيبقى في خناقات بقى؟ احنا ما بنعملش حاجه غير بنتخانق تقريبا. فعلا جيت لك على الجرح وجيت لك على الجرح. هي شده الشغل دي دايما بتبقى موجوده. مين رايه بيمشي، انت ولا هو؟ اكيد الستات طبعا. انت بتفكري في ايه يا انت؟ ساعات وساعات. بس يعني هو برج الاسد بيبقى هو اللي بيحب انه يسيطر في اي حاجه. هو برج اسد؟ وانت ولا دلو؟ لا احنا عايزين لو سمحت الدلو يفرض سيطرته شويه. لا بس هو في حاجات رايها قشطه يعني بنتفق مع بعض في حاجات وحاجات يعني. بتفتحوا مثلا بتشوفوا بره الموضه عامله ازاي ولا انتوا بتبقوا انتوا الديزاين بتجيبوه من دماغكم؟ لا لازم ابقى متابع بره في ايه. بس دايما لازم اخد المناسب للشعب المصري او الموضه العربيه طبعا بما يتماشى مع العادات والتقاليد بتاعتنا يعني. بس طبعا لازم بنتابع يعني في كذا حد بنتابعه بره وفي كذا براند. اكتر حاجه بقى السنه دي يعني انتوا شايفين زي ما بنقول كده بالبلدي عليها الطلب، يعني حاجه بتخلص وتعملوا منها تاني، ايه اكتر حاجه؟ الجينز والفي. الجينز؟ الجينز ده حاجه. الجاكيت ولا الايه؟ اوكي. الكولكشن بياخد منكم وقت تقريبا قد ايه؟ يعني انتوا الكولكشن الشتوي ده بقالكم قد ايه بتحضروا فيه؟ بقالنا تقريبا شهرين. هو لسه الكولكشن لسه يعني عاملين فوتوشوت من اسبوع. هو موجود برده على البيج بتاعتنا على انستجرام وفيسبوك وموجود في الستور. بس هو بياخد حوالي يعني شهر، شهر ونص، شهرين بالكتير ماكسيمم. بس وبنعمل حوالي تقريبا عاملين حوالي 10 موديلات لحد دلوقتي. بيبقى كل كولكشن 10 يعني في الشتاء 10 موديلات بس لا لا ولا يعني بيبقى لسه في كولكشن تاني ان شاء الله كمان اسبوعين ثلاثه هيكون فيلفت كله. اوكي. يعني هو نازل على الكريسماس هيبقى دريسز ان شاء الله. اوكي. هينزل على الكريسماس ونيو ييرز وكده. نفسي يعني طبعا هو اللون الاحمر كمان هو يعني اساسي طبعا اساسي صيفي وشتوي. بس ليه ما نغيرش يعني نفسي على راس سنه هو احمر واسود.
نفسي يعني ما فكرتوش ان انتوا تعملوا لون تاني مختلف على النيو يير مثلا او على الكريسماس؟ هو ده حاجة أساسية وترند. أحمر وأسود. هو أحمر أو أسود. هو أصلا كل الناس بتيجي تسأل على الأحمر. أوكي. فهو بس أنتوا بتعملوا سواري ولا ما بتعملوش سواري؟ يعني ما فيش عندكم سواري؟ لا إحنا ما بنعملش سواري، بس إحنا المفروض هنبتدي إن شاء الله قريب إن إحنا نعمل فساتين سواري وكده. طب ده حاجات سواري يعني جامب سوتس دريسز بتاع. إيه ده، في ممكن جامب سوت سواري؟ طبعا. على حسب بقى القماشه يعني. اوكي. الطرازه كلها بتاع بيبقى برضه. انا عايز اسالك عن القماشه بس خلينا نتكلم عن الاوتفيت اللي جاي ده، كاجوال كاجوال اهو البينك اللي كنت بقول لكم عليه بالظبط. وده ينفع على فكره يعني ممكن يتقلب يبقى مثلا يعني ابريمي دي الجاكيت ما يبقاش كاجوال يعني. هو ممكن ابريمي دي، ممكن سواري برضه لو هتروح ممكن سواري يسهر بالليل في حته او كده. وده دي الخامه دي تقيله جدا بجد؟ دي باللغه السوكه بيقولوا عليها دفايه. بس امال انا ليه حسيت ان هو خفيف بس يعني؟ لا لا خالص، تقيل جدا. ما انا يمكن قبل الهوا كنت بقول لك انا ما يهمنيش شكلي، انا يهمني ان انا ابقى متدفيه. مش فارق معايا. تقيل جدا يعني، حتى لو لابسه تحتيه حاجه سواري برده كات او كده هتبقى هيدفي جدا. حلو قوي. وفي بقى مدخلين كذا لون في بعض في الجاكيت يعني. احنا السنه اللي فاتت كنا شغالين الفير لا هو لون واحد ستاندرد يعني، مثلا بينك اسود بيج. المره دي بيج، حبينا نغير يعني ندخل الالوان في بعض. لا حلوه قوي بجد. طب خلينا نتكلم عن الاقمشه، كنت لسه بتكلم معاكي يا انجي عن الاقمشه اللي انتوا بتحبوا دايما يعني تشتغلوا بيها، ايه اكتر نوع بتحبوه؟ في الشتاء بيبقى عباره عن اللي هو الحاجات بنحب طبعا كل الشتاء نعمل فيه. والفالفت طبعا هو على حسب برضو الموضه، اي موضه هي بتيجي بنغير بقى على اساسها، بس هو بيبقى الفالفت والقطيفه والجينز والفارو الصعقه كمل معانا من السنه اللي فاتت. هو من السنه اللي فاتت كان بصراحه حلو قوي. هو حلو فهو مكمل معانا، وهو والجينز والارمي كمان بتالي في البنطلونات طالع فاشن قوي يعني. بس مش حلو بيبقى الاثنين على بعض ولا عادي؟ لا لا ما بتبقى انتوا الاثنين اتفقتوا. بصوا اتفقتوا في حاجه. هو دايما في حاجات بتبقى غريبه بس بتطلع حلوه. يعني في ناس ما تحبش تلبس جينز على جينز. دلوقتي في اوتفيت جاكيت جينز، انا ما بحبش، على بنطلون جينز. هنشوف يا تقنعوني يا اقنعني. لا ان شاء الله يعجبك. بيكون حلو جدا. الارمي البنطلونات الارمي برده كنا عاملين في الصيف حاجه كده اشتغلت معانا حلو جدا. بنطلون على توب ارمي. كان الجاكيت مع البنطلون بتاعي. اوكي. الله ده حلو قوي، ده حلو جدا. ده قطيفه. ايه ده والله؟ والشموه كمان بتهيألي طالع موضه صح؟ حلو قوي. طب وانتوا بتعملوا من البيس لون واحد ولا ممكن يعني لو انا عايزه الوان؟ ده ست الوان. ايه بقى الوانه ايه؟ ده اللون الاسود، اللون البيربل، اللون الكشمير، درجتين كشمير، كان في ايه تاني؟ تقريبا الالوان دي. حلو قوي. وده برضو ايه؟ واللون الجملي. اللون الجملي في الكامل كمان بيبقى حلو جدا. خليني اسالكم، انا شايفه كمان يعني حتى لما بدخل على الانستجرام او على الفيسبوك لاقي كله دريسز او سكيرتس. البنطلونات حاسه ان احنا فعلا رجعنا تاني زي السبعينات، اللي هو حتى واحنا رايحين الجامعه واحنا رايحين شغلنا سكرتات او دريسز وعليها بوتات. شايفه ان يعني شايفين ان هو ده فعلا اللي طالع اكتر دلوقتي ولا ايه؟ في الشتاء ان هم بيلبسوا فساتين قصيره، كل البنات بقت تلبس فساتين قصيره وكلون وبوتات بقى وكده في السهره في خروج عادي. هم بقى ده بقى ستايل زي بتاع زمان بالظبط. طيب نصيحة بقى كده من انجي ومن ديفيد لكل البنات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، يعملوا ايه؟ ينسقوا هدومهم ازاي؟ اكيد انتوا بتشوفوا العجب برضو اكيد. ده طبيعي، ده حاجة أساسية عندنا هنا في مصر. لا بس هو ده برضو بيبقى حتة سنس يعني في البني آدم، بيبقى سنس ان هو يقعد ينسق الهدوم مع بعض. هو الألوان باينة يعني. حاجتكم ما شاء الله حلوه جدا 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 بجد. بالتوفيق، وان شاء الله نبقى في لقاء تاني بقى ويبقى في كولكشن تاني ان شاء الله. بشكركم ديفيد عجبان الفاشن ديزاينر، بشكرك وانجي الجبري فاشن ديزاينر، بشكرك يا انجي نورتونا. ميرسي جدا ليكم. عندنا كلام كتير جدا، هنروح لفاصل وهنرجع بقى نسال طلعت زي ما كنت بتحلم ولا لا، لكن بعد الفاصل.
فاكرين واحنا صغيرين دايما بيكون السؤال التقليدي نفسك تطلعي ايه يا حبيبي، او نفسك تطلعي ايه، ايه اللي بقى كان بيقول ظابط، اللي كان بيقول دكتور، اللي كان بيقول مهندس. تمر بقى الايام ونكبر وكل واحد يلاقي نفسه طلع حاجه غير اللي كان بيحلم بيها، او ممكن يطلع اللي هو كان بيحلم بيه وهو صغير، وممكن طبعا زي ما بنقول يفضل مصمم على حلمه ويكمل لغايه لما يوصل لحلمه. ضيوفي النهارده هسالهم هل طلعت اللي كنت بتحلم بيه ولا لا؟ في اللي طلع وفي اللي ما طلعش، وقع وقام وقع وقام. هنعرف منهم اسئله او يعني اجوبه كتير جدا من ضيوفي اللي منوريني النهارده. دكتور الاء ايمن اخصائي تجميل الاسنان. دكتور الاء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كمان الكاتب الصحفي استاذ موسى صبري، اهلا بيكي استاذ موسى. أهلاً. كمان ندى عبد المجيد، هي مراسله في احدى القنوات الفضائيه، اهلا بيكي. اهلا منورنا. ابدا بيكي يا دكتور الاء، اكيد انت كنت نفسك دكتوره، ده اكيد صح؟ طيب سؤالي بقى، اشتغلتي على نفسك ازاي علشان تحققي حلمك او توصلي للي انت عايزاه فعلا؟ كنت باكل الكتب. الله. كنت من الاوائل بقى كده بجد؟ طب ووالدك ووالدتك؟ اصل خلي بالك مهنه او كليه الطب كليه صعبه جدا، وطول الوقت عايزه مذاكره، وطول الوقت عايزه ان انت لازم يبقى في دراسات. اه طب احكي لنا بقى، عشان برضو الناس اللي بتتفرج علينا اللي هم لو نفسهم يطلعوا دكاتره نقول لهم يعملوا ايه. انا بابايا ومامتي ما عنديش حد دكتور خالص في العيله، انا الوحيده في طب يعني. كلهم علم رياضه هندسه كده. اه بس وانا صغيره في كي جي كنت بعمل مسرحيه في المدرسه، كنت واخده بقى دور دكتوره، ومامتي عملت لي بلطو صغنن قوي كده. آه. لسه عندي لحد دلوقتي. بجد؟ الله. من ساعتها بقى انا كان نفسي اطلع دكتوره، فكنت بذاكر من وانا صغيره لازم اطلع الاولى على العلم. يعني على الرغم ان انت ما كانش في حد من يعني خالص. ولا يعني دايما اللي بيبقى باباها دكتور بيبقى هي شايفه باباها رايح جاي من المستشفى من العياده. لا ما عنديش اي حد دكتور، انا مامتي مهندسه وبابايا مدير مالي. آه. ما فيش دكاتره في الموضوع خالص، ولا خلي حتى بالك طب اسنان صعبه مش سهله جدا. اه يعني مش حاجه سهله. أنا يعني كنت حاسه ان انا لوحدي، يعني انا الوحيده اللي في البيت بذاكر حاجه ما حدش فاهم ايه دي. اهلك كانوا بيدعموكي؟ كانوا ما كانش بيقول لك لا يا بنتي دي صعبه، لا او البنت ما بقاش جوزها وبيتها؟ انا مامتي لا، مامتي من وانا صغيره ربتني ان انا لازم اطلع الاولى، لازم اجيب فول مارك في كل الامتحانات، ما ينفعش يعني لو نقصت نص درجه كانت بتبقى انا كده كاني سقطت. لا بلاش الكلام ده دلوقتي لو عشان جيتي على اللي يعني على الوجع. مع اني جيت في ثانويه عامه، في يعني انا كان نظام ثانيه وثالثه. اه جيت في سنه ثانيه، وان انا بجيب فول ماركس في كل السنين. جيت في سنه ثانيه حصل لي دروب، جبت 96.5. ده كده حصل لك دروب؟ ما دي ما كانتش. يا اولاد سامعين يا بنات، 96 كده حصل لها دروب. كملي يا هي دي سنتي انا، ما كنتش دخل طب يعني. اوكي. امها كانت اللي هي المجاميع تقريبا دي نفس سنتي اللي هي ايه 100% 110%. كانت واخده في السنه دي 98.5 99. فجيت في سنه ثالثه، كنت دفعه 2008 الناس انتحرت بسبب امتحان الفيزياء. اوكي. وبعدين كل زمايلي وقعوا، انا الوحيده بقى اللي جبت 96.3. لما طلعت برضو النتيجه ماما كانت ساعتها عماله تعيط، انا كده مش هلحق كليه خلاص، بس التنسيق نزل الحمد لله ودخلتي طب وحققتي حلمك. دخلت الحمد لله. طيب ارجع اروح لبا يا موسى، اتفضل. عملت ايه؟ حققت حلمك ولا لا؟ لا. ايه كان نفسك تطلع ايه وما طلعتش ايه وعملت ايه؟ ولان انا سمعت منك ان انت حصلك دروب وقمت ودروب وقمت، بس برافو عليك ان انت بيحصلك الدروب وبتقوم تاني يعني. هو انا كان نفسي العب، موهبتي اصلا الاساسيه كره القدم. اوكي. فمن وانا صغير دايما يعني في الشارع عندنا جيران اصحابي بكون مميز في النقطه دي تحديدا، لما اجي العب كوره في المدرسه في الدورات كلها، في لعبت شويه في نادي المقاولين كتير، كنت بلاقي دعم من كل حواليا. كنت بتلعب ايه بقى في الكوره؟ دفاع هجوم ولا؟ لا كنت بلعب خط وسطي. أوكي. هجوم او بلاي ميكر احيانا يعني. فكان بيشبهوني كتير بميسي، لاني في الفتره في 2005 كنت يعتبر وقت ميسي، فسموني موسى ميسي. اه طب انت ما كملتش ليه بقى؟ نعم ما كملتش ليه في الكوره؟ والله في وانا عندي 16 سنه، انت عارفه قطاع الناشئين عامه يعني بيختاروا ما بينهم وسط 30 واحد، بيختاروا مش بيختاروا الافضل على فكره، بيختاروا المراكز اللي هم عايزينها في الشباب او في الكبير يعني، اللي هو بعد ال 20 سنه او الفريق الاول لاي نادي في مصر يعني. صح. فللاسف لما سبت قطاع الناشئين للاسف
احبطت يعني. هم كانوا اختاروا، كان حتى كان في لعيب بيلعب في منتخب مصر للشباب لكن ما اختاروهوش حتى كمان في الفريق، بيصعدوه فريق اول عشان خاطر هم عايزين مراكز معينه، مش افضل ناس في الفريق يعني. طيب لما وصلت ان انت خلاص مش هينفع تكمل كوره اتجهت بقى للصحافه، درست مثلا، اشتغلت على نفسك ازاي ولا عملت ايه يعني؟ احكي لنا. هو والدي في وانا بدرس في الكليه كان الاعلامي الكبير محمود سعد، كان في صله ما بينهم، استاذ فوزي ابراهيم الشاعر الكبير يعني، فحاول يعني يعرفنا عليهم بشكل او اخر عشان خاطر اشتغل في الصحافه او في مجله الكواكب اللي انا بعمل فيها دلوقتي يعني. فاشتغلت فيها يعني، اتدربت شويه، لقيت نفسي في الصحافه جدا، نميت نفسي. كان عندي هدف في 3 سنين ان انا ابقى صحفي وعضو نقابه صحفيين واتعين في المكان دوت، واشتغلت على نفسي كتير يعني سواء طيب يعني اذا عايز اقول انه عادي، ان يعني مش شرط ان الواحد يعني، حلو ان الواحد يبقى عنده حلم ويحققه طبعا، ده حاجه حلوه جدا بالزبط. لكن مش معنى ان انت ما تحققش حلمك فيحصل لك حاله من الاحباط، لا، قمت وقفت على رجلك وكملت في مجال تاني خالص وناجح ما شاء الله فيه. بالظبط. في الفتره دي وانا عندي 16 17 سنه لما احبطت ما سبت النادي للاسف يعني، ما لقيتش اللي يشجعني اني مثلا ان الحياه في اهداف تانيه او اني اروح نادي تاني. وقتها رحت لنادي الاتصالات اصلا في الفتره دي، بس يعني ما ارتحتش في النادي. فقلت يعني ما كانش عندي الدوافع اللي هي بتاعت بعد التخرج من الجامعه ان انا اكمل قوم تاني، فكملت تاني في الصحافه. نورت الصحافه كلها، ربنا يخليك. طيب خليني اروح لندى، مراسله في احدى القنوات الفضائيه، ده كان حلمك من انت صغيره ولا الحلم اتغير؟ لا، هو انا كنت من وانا صغيره وانا نفسي ادخل المجال ده، وفي ثانويه عامه قررت خلاص هو ده المجال اللي انا عايزه ادخله، وكنت بشتغل على كده. بس يعني والدي كان بيقول لي ايام الثانويه العامه خلاص ماشي انت ذاكري بس وبعد كده ادخلي اللي انت عايزاه. بعد ما خلاص بقى نتيجه الثانويه طلعت قال لي لا انت هتدخلي ألسن. راح قدم لي في ألسن. انا خلاص ساعتها يعني احبطت وقلت خلاص بقى انه يعني هسمع الكلام وادخل ألسن وخلاص. رحت هناك لقيت الناس اللي معايا هم يعني هم تقريبا عارفين كل حاجه بتتقال يعني اللغات بقى، وهم عارفين هم دارسين اللغات دي وعارفين. مش مهتمه او مش عايزه تدخلي ألسن؟ لا، او ما كنتش عايزه ادخل ألسن خالص، ولما دخلت اتعقدت اكتر. بس كنت الناس قاعدين فاهمين كل حاجه وانا قاعده مش فاهمه حاجه بس، فكنت باخد الورق بقى اروح احمر عليه بطاطس في البيت. بس فقررت انه لا انا مش هينفع اضيع. بس انا الحمد لله لحقت نفسي يعني، في ناس بتقعد كده يعني سنه سنتين وبعدين تحول. انا من اول اسبوع بجد، من اول اسبوع رحت حولت من وراهم. طب واقنعتيهم ازاي؟ يعني اقنعتي؟ لا، ما اقنعتهمش، انا رحت حولت الاول وبعدين اقنعتهم. الله عليكي، تصدقي. انا قلت خلاص بقى ما فيش وقت، مش هضيع وقت اكتر من كده، كان بالنسبه لي انا كده. طب لما انت حولتي عملوا ايه؟ اتخانقوا معاكي؟ زعقوا لك؟ خلاص سلموا بالامر الواقع ولا لا؟ هم سلموا بالامر الواقع. ويعني بابايا، انا كلمت بابايا قلت له بص بصراحه انا حولت اعلام، وبعت لي بقى فرق الفلوس ان شاء الله. طيب يعني اذا انت اهلك ما كانوش موافقين او ما كانوش مقتنعين، بس انت قدرتي ان انت تثبتي حتى بعد ما يعني درستي وتخرجتي واشتغلتي وشغاله في قناه من القنوات المحترمه في جدا. يعني برافو عليكي. بس انا تجربتين يعني، انا كمان مش تجربه الدراسه بس، انا بلعب العاب قتاليه كمان. انا بحب الالعاب القتاليه جدا، فهم كانوا شايفين برضو ان دي لعبه ولاد مش لعبه بنات، ما ينفعش ان انت تلعبي اللعبه دي وده خطر عليكي وده غلط، والعبي حاجه احسن تبقى يعني تنفع كده بنت رقيقه. يعني البنات دايما ايه، بالي، جمباز، الحاجات الحلوه دي، التنس. بس انا كنت بحب اللعبه جدا، واللي حببني فيها بابايا من وانا صغيره، هو كان بيخليني العب كاراتيه وانا صغيره مع اخواتي، فانا خلاص انا طالعه وانا حابه اللعبه. بس انا دخلت بقى MMA، حاجه اكبر بكتير. MMA دي اللي هي الماكسد مارشال ارتس، دي اللي هي الالعاب القتاليه كلها، جواها كيك بوكسينج وماي تاي وجيجيتسو، العاب يعني ولاد بس. بس والله انا مبسوطه بيكم كلكم يعني بجد يعني، انا سعيده ان يا جماعه شفتوا معانا 3 نماذج. نموذج كان هو كان اللي هي دكتوره الاء، عندها حلم وصممت وفضلت وراه لغايه لما حققته ووصلت ان هي تبقى طبيبه اسنان. كمان معانا كان موسى، ما حققش اللي هو عايزه، بس لما دخل مجال تاني صمم واشتغل على نفسه ودرس لغايه لما حقق اللي هو عايزه. النموذج الثالث بقى اللي هي الشابو ليها يعني الحقيقه، اهلها كانوا رافضين، هي اقنعت اهلها وفضلت وراهم، انا هعمل اللي انا عايزاه، وفعلا عملت اللي هي عايزاه ونجحت في المجال اللي هي اختارته. مبسوطه بيكم جدا، بشكركم، نورتوني في كلام البنات. دكتوره الاء ايمن، اخصائي تجميل اسنان، بشكرك يا دكتور.
كمان استاذ موسى صبري الكاتب الصحفي بشكرك. كمان ندى عبد المجيد هي مراسله في احدى القنوات الفضائيه. بشكركم شكرا جدا بحضرتك. شكرا بشكركم اعزائي المشاهدين. عندنا كلام كتير جدا هنكمله بكره ان شاء الله.